السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. بأمر من السيسي شق لكل صاحب معاش من هذه الفئة بأقل فائدة. بشرى سارة أعلن عنها البنك المركزي المصري منذ أيام، وهي انطلاق مبادرة التمويل العقاري والبدء في تسليم أوراق الراغبين في الاستفادة من المبادرة. فبأمر من السيسي هذه المبادرة توفر المواطنين الحصول على شقة سكنية بصفات وشروط معينة، وتتيح للفرد السداد على فترة زمنية طويلة مدتها 30 سنة وبفايدة 3% فقط. ولن ينسى الرئيس السيسي أصحاب المعاشات، فهم فئة كبيرة في المجتمع ويتجاوز عددهم 10 مليون فرد، فلهم الحق أيضا في الاستفادة من تلك المبادرة. وهناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في صاحب المعاش للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، فليس جميع أصحاب المعاشات سيستفيدون من هذه المبادرة بل فئة معينة منهم. يستفيد من المبادرة كل صاحب معاش لا يتعدى عمره في نهاية القرض 75 عاما، وهو سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. من شروط مبادرة التمويل العقاري لأصحاب المعاشات أن يكون صاحب المعاش مصري الجنسية ولا يقدم على أكثر من وحدة سكنية. المطلوب للمشاركة في مبادرة التمويل العقاري على أصحاب المعاش سداد 40% كحد أدنى كمقدم يتم خصمه من قيمة الشقة السكنية. أن يقدم صاحب المعاش مستند معتمد من هيئة التأمينات والمعاشات بصافي الدخل. إليكم شروط واجب توافرها في الوحدة السكنية: أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب، الغرض هو السكن وليس شقق سياحية، مسجلة شهر عقاري أو قابلة التسجيل، العقار يكون له رخصة بناء. وهي ديت كانت شروط المبادرة، وانتظرونا في أخبار جديدة إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.